بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وصفة النهاردة هتكون وصفة سحرية، هي جل العيون الطبيعي، وصفة كل مكوناتها طبيعية وآمنة جدا في الاستخدام، ونتائجها هتكون وهمية في التخلص من الهالات السوداء وانتفاخ تحت العين، وبتقدر التجاعيد والخطوط الرفيعة الموجودة في منطقة حول العين، كمان بتكون مرطب هايل للمنطقة دي. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. أنا هحتاج للبطاطس، والبطاطس بتكون كنز من الفوائد، مش لازم تستغني عنها أبدا لأنها بتكون كفيلة بحل جميع مشاكل بشرتك مهما كانت صعبة. البطاطس بتكون غنية جدا بالنشا الطبيعي اللي بيفتح البشرة، حتى بيفتح البشرة من أول استخدام لأي وصفة بيكون فيها البطاطس. كمان بتقضي على البواعي الداكنة والتصبغات الجلدية، وبتكون فعالة في التخلص من الهالات السوداء حول العين، من أروع الحاجات اللي بتخلصك نهائيا من الهالات السوداء. لعمل الوصفة بقى، أنا هحتاج لحبة متوسطة من البطاطس، وأول خطوة أنا عملتها إن أنا غسلتها كويس ونشفتها وبعد كده قشرتها، وهبتدي بقى دلوقتي أقطعها لمكعبات صغيرة. أنا قطعت بقى البطاطس لمكعبات صغيرة بالشكل ده. المكون بقى التاني هيكون نص حبة متوسطة من الخيار، والخيار ده بيكون مرطب هايل للبشرة لأنه بيحتوي على نسبة عالية جدا من المية، كمان بيفتح البشرة ويوحد لونها، وبيكون علاج فعال للهالات السوداء وحب الشباب، وبيكون مضاد للتجاعيد. انا هقطع بقى نص حبة الخيار دي لقطع صغيرة، وبكده بيكون بقى عندي مكعبات البطاطس ومكعبات الخيار. بعد كده بقى بضيف مكعبات الخيار ومكعبات البطاطس في الخلاط، واخلطهم بقى كويس جدا من غير اضافة اي مية عشان احتفظ بكل فوائدها وما اقللش من فوائدها باضافة المية. ده بيكون بقى شكل المكونات بعد ما خلطتها كويس جدا. هبتدي بقى باستخدام مصفى سلك تكون ضيقة جدا، انا ابتدي بقى اصفي الخليط ده. هبتدي بقى كده بسم الله، وباستخدام بقى المعلقة هفضل اضغط عليه كده لغاية ما اصفي كل العصير، واصفي بقى كل الكمية بنفس الطريقة. انا صفيت بقى كده خلاص كل كمية العصير، والبواقي اللي انا صفيتها من البطاطس والخيار دي انا مش بتخلص منها لانها بتكون غنية جدا بالفوائد، دي بتحطيها في مكعبات التلج وتحفظيها في الفريزر، وبتستخدمي بقى مكعب كل يوم في منطقة حول العين كتدليك يومي لمنطقة حول العين، بيخلصك نهائيا من الهالات السوداء وانتفاخ تحت العين. وده بيكون بقى شكل عصير البطاطس والخيار بعد ما صفيته، شايفين بقى شكله، وانا ما ضفتلوش اي مية، يعني العصير ده بيكون مركز وبيكون محتفظ بكل فوائده. بكده خلاص العصير بيكون جاهز. انا هحتاج لجل الصبار او الالوفيرا جل، وجل الصبار ده بيفتح البشره جدا وبيعالج التهابات الجلد، ويعتبر مرطب هايل للبشره الجافه، وبيقضي على البوع البنيه الداكنه وعلى التصبغات الجلديه، ويعتبر واقي طبيعي من الشمس لانه بيخلصك من اثار حروق الشمس على البشره. لعمل الوصفه بقى، انا هحتاج لمعلقتين من جل الصبار. هجيب بقى كده طبق وابتدي بقى اضيف معلقتين من الالوفيرا جل، دي المعلقه الاولى، وبعدين هضيف دي المعلقه الثانيه. بعد كده بقى هجيب عصير البطاطس والخيار اللي انا صفيته، وهبتدي بقى اضيفه بالتدريج على جل الصبار، يعني مش بضيفه مرة واحدة، بضيف بالتدريج. انا ابتديت بقى باضافة كده معلقة من عصير البطاطس والخيار، وهضيف كمان معلقة، وهبتدي بقى اخلطهم كويس جدا مع جل الصبار لغاية ما يختفوا تماما، وبعد كده هضيف كمية تانية من العصير. هخلط بقى كده العصير مع جل الصبار، لغاية ما يختفي تماما العصير مع جل الصبار، ويدوبوا كويس جدا مع بعض. انا خلطت بقى كده المكونات لغاية ما ابتدت بس تتجانس مع بعض بالشكل ده. انا ما خلطتهاش لمدة طويلة لان كل ما اخلطها كل ما قوامها هيتماسك كمان، بس مجرد بس ما العصير ده كده مع جل الصبار، هبتدي اضيف كمان دلوقتي معلقة من العصير، هبتدي اضيف كمان كده معلقة، طبعا مش بضيف كمية كبيرة، بضيف بالتدريج عشان احافظ على قوام الجل ما يبقاش القوام سائل. قبل بقى ما بخلط العصير مع جل الصبار، هبتدي باضافة باقي المكونات عشان اخلط بقى كل المكونات مع بعض. انا هحتاج لمعلقة من الجليسرين، والجليسرين ده من الحاجات اللي بتفتح البشرة جدا وبترطبها، وبتقضي على البوع الداكنة والتصبغات الجلدية حتى لو بقى لها فترة طويلة جدا. هبتدي بقى باضافة اول مكون، وهو معلقة صغيرة كده من الجليسرين. انا هحتاج لمعلقة صغيرة من العسل،
والعسل بيكون مضاد حيوي طبيعي للبشرة لأنه بيقضي على حب الشباب وعلى الحبوب وعلى البثور وأثرها الموجودة على البشرة، كمان بيغذي ويرطب البشرة جدا. وضفت بقى كده معلقة صغيرة من العسل، وهبتدي بقى دلوقتي بخلط كل المكونات دي مع بعض لغاية ما قوامها يتماسك. لازم بقى أخلطها في المرحلة دي لمدة كافية لغاية ما قوام المكونات دي يتماسك مع بعض. كمان تقدر بقى تستخدم المضرب اليدوي، هيسهل جدا خلط المكونات دي في وقت سريع جدا. انا استخدمت بقى المضرب اليدوي في خلطها، ده هيسهل خلطها بسرعة جدا. حبيت بس اوريكم ان ازاي قوامها بيبتدي يتماسك. انت في الاول بتلاحظي انها سايلة، بس مع استمرار الخلط ولسه اخلطها كمان، كل ما اخلطها كل ما قوامها يتماسك. كمان لو حسيت انها سايلة معاكي جدا ممكن تزودي في كمية جل الصبار بالتدريج، وتفضلي بقى تخلطي، بس تخلطي لمدة كافية لان قوامها بيتماسك مع استمرار الخلط. انا خلطت بقى المكونات لمدة كافية، شايفين بقى قوامها. كمان زودت معلقة من جل الصبار عشان توصل للقوام المتماسك ده. تقدر بقى انت تتحكمي في قوامه بإضافة جل الصبار، لو عايزة اتقل كمان هتزودي كمان معلقة من جل الصبار. كمان لو ما وصلش معاكي للقوام ده وكان خفيف، يعني ده بيكون عادي جدا، ده مش بيقلل خالص من فعالية الوصفة. القوام ده بتكون حاجة بس بترجع ليكي ان انت تقدري تتحكمي فيه، لكن هي لو سايلة معاكي برضه هتكون بنفس الفعالية. وده بيكون بقى القوام النهائي للجل. هجيب بقى دلوقتي علبة نظيفة انا غسلتها كويس جدا ونشفتها، وهبتدي بقى اضيف فيها الجل. وده بيكون بقى الشكل النهائي للجل بعد ما ضفته في العلبة. بقفل بقى عليه العلبة واحتفظ بيه في التلاجة، بيكون صالح للاستخدام في التلاجة من 10 ل 15 يوم. فيفضل ان انا اعمل كمية صغيرة وبعد كده اجددها، ده بيكون افضل عشان احافظ على صلاحيته وفعالية المكونات. كمان لازم احتفظ بالجل ده في التلاجة عشان احافظ على صلاحية المكونات دي لغاية ما بتخلص الكمية كلها. نيجي بقى لطريقة استخدام الجل. الجل ده يفضل قبل ما بستخدمه على منطقة حول العين ان انا بجيب قطنة وببللها في المية الدافية، وبعد كده بمسح بيها منطقة حول العين، وبعد كده بجففها عشان تبقى نظيفة تماما، وبالتالي هتستفيد كويس جدا بوصفة الجل. بعد كده بقى باخد جزء صغير من الجل على اطراف اصابع ايديا، وبدلكه بحركات خفيفة جدا في منطقة حول العين لغاية ما بتتشربوا المنطقة دي تماما. مش بضيف كمية كبيرة، انا بستخدم جزء صغير جدا، وبفضل ادلكه بحركات خفيفة جدا لغاية ما بشرتك بتتشربه تماما. بعد بقى ما بتتأكد ان منطقة حول العين اتشربت الجل ده كويس جدا، هتسيبي بقى الجل ده في منطقة حول العين لمدة ساعة كاملة، او لو عايزة بقى تاخدي افضل نتيجة هتسيبيه من بالليل لغاية الصبح، فهيكون افضل وقت لاستخدامه هو بالليل قبل النوم. سواء بقى استخدمتيه لمدة ساعة او استخدمتيه من بالليل لغاية الصبح، فانت هتجيبي بقى قطنة وتبلليها بالمية الدافية، وبعدين هتبتدي بقى تمسحي بيها منطقة حول العين عشان تتخلصي تماما من اي بوائل الجل ده على البشرة. اخر خطوة بقى هتعمليها انك هتجيبي زيت اللوز الحلو وتبتدي بقى تدلكي بيه منطقة حول العين بحركات خفيفة جدا، ودي هتكون ترطيب للبشرة بعد استخدام الوصفة. مع المداومة بقى والانتظام على استخدام الجل ده بنفس الطريقة دي على منطقة حول العين، هيديكي نتائج مبهرة في التخلص نهائيا من الهالات السوداء وكمان انتفاخ تحت العين. الوصفة دي بتكون نتائجها أكتر من هائلة كمان في وقت سريع جدا. كل المكونات اللي استخدمتها في عمل الجل ده بتكون مفيدة جدا لمنطقة حول العين، بل كمان بتكون من أفضل وأروع المكونات اللي بتقضي تماما على الهالات السوداء وعلى الانتفاخ تحت العين، وبتقدر على التجاعيد والخطوط الرفيعة الموجودة في منطقة حول العين بفعالية. البطاطس مع الخيار مع جل الصبار مع العسل، كل المكونات دي مع الجليسرين، كل المكونات دي بتكون نتيجة وهمية في ترطيب منطقة حول العين، كمان بتفتحها جدا وبتقضي على الهالات السوداء. وأهم حاجة بقى في القضاء على الهالات السوداء هو ترطيب المنطقة دي، والوصفة دي هتوفر الترطيب العالي جدا لمنطقة حول العين. كمان انتي هتلاحظي بعد ما بتستخدمي الوصفة دي حتى من الاستخدام الأول، هتلاحظي بنضارة وترطيب هايل جدا في منطقة حول العين، يعني بيحسسك برطوبة هايلة. ممكن نشوف بقى دلوقتي كمان قوام الجل، شايفين بقى نتيجته حلوة جدا. وأتمنى طبعا إن تكون وصفة النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.